والسلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من كربل سبيس بروجرام. معاكم خليل من خليل جيمينج. ولحظة، أيوة هذا كل المطلوب حق الحلقة. إيش رب شو هذا؟ فينتو في فيزي فينتو، ما أعرف هسا يكون زين. اكتشفنا شوي شغلات، يعني شوي سويت بحوث لأن الحلقة الماضية كانت إن اللي يبنى العيد في عندنا خلك من فيهيكلي أسمبلي من طيران، ناخذ موجز بسيط عن اللعبة، هني الادمنستريشن، هني الموظفين وهاي الامور. عندي واحد اوتسورس حتى، مو عندي موظف حق الموضوع هذا كله. وعندي public relation، ليش لابس مال فضائل يا حبيبي public؟ المهم عندي مجموعة موظفين ما اعرف اسوي فيهم للحين. وعندنا research and development، هني وين نفتح شغلات جديدة. هني basic rocketry، ما ادري شنو بها. هني انجينيرينج ما اعرف يسوي تبون صدق، بس ابى افتح شيء مقابل اي شيء. انا كم نقطة عندي توتل؟ انا عندي 101. ها اوكي، ولا هذا الريسيرش. انزين الحين استوى عندي شوي شغلات زيادة. كل ريسيرش يبدأ يعطيني شغلات زيادة على فكرة. فيول تانك، سوليد فيول بوستر، ليكويد فيول انجن. اللعبة هاي تفرق عن باقي الألعاب، هاي مش مانجمنت جيم. هاي اللعبة تتركز أكثر على الفيزيائية وكيف نركب الشغلات فيزيائيا. في باله شوي، ها في باله شوي. أنا الحين ما بسوي وايد، لأن الحين شيء مهم أنا ما سويته قبل المشن كنترول، إني أخذ مشنات. فالحين بأخذ مشن واحد عشان نحصل فلوس ونقدر نزيد على السفينة مالنا، مشروع السفينة الضخمة. من غير فلوس طبعا ما نقدر نسوي شيء. هذا مهمة. شو يقول لي؟ we need to enter the stable. We need to how at ground to do yourself at the ground and miss. اوكي بنشوف كيف نستعمل باراشوت. بنجرب، ما بستعمل ديكابلر، ما عندي للحين. Administration says legally we cannot call yourself a space program without actually going to space. اوكي بعدين بسوي لكم انا فاضيكم نروح الفضاء الحين حقكم. الحين بطير الطياره بس. نقص طيارتنا القديمه وينها؟ اوبن. هذه حفظتها مرتين بالغلط انا على فكره. طيارتنا القديمه شو بس خليها نفس ما هي، انا ما راح ازيد عليها شيء لان الحين الريسيرش اعطاني هو. equipped hopefully small explosive charge will structure linkage. اوكي هذا حق بين الخزانات البترول اذا انا عندي خزانات كبيره. بس ابغى اعدل على السفينه، احس لو حطيت عليها قطع زياده من هاي زين راح نقدر نسيطر على السفينه بشكل افضل. ابغى احطي، لا مش بالطريقه هاي، دخيلك مش بالطريقة هاي ابدا. هذا مش اسلوب حضاري. ما اشوف المشكلة. اوكي هذا بعد ولا اتجاه المعاكس. ايوه هل اكرهها في اللعبة الكنترول مالها؟ ما بتكلم، زي العسل والله. حتى اوكي هذا اثنين بحطي، بعد اثنين غير بحطي كل صوب واحد. صراحة بحطي كل صوب واحد بشوف كيف الكنترول ماله يستوي. يمكن نعدل الكنترول مال السفينة وراها الشيء هذا، ما نعرف ما نعرف. ايوه كل فوق يعني. ها بس على اساس اني اغير مكان المكان مكانه. ليش احس انه مش راكب؟ ليش احس انه مش راكب؟
مش راكب أبدا. هل الكنترول فيها الصراحة يعقد بالجو؟ هذا ركب هذا الاتجاه، بس أظني هذا الاتجاه ناقص. يعني احنا ممكن اوكي الحين قام نركب، انا اظني اللي فوق. شوف هي اوكي، ما اظني صح 100%، ترى اظني هاي الغلط على فكرة، بس مش مشكلة، نحن بنسوي لنا تراي، سوي لنا تراي، سوي تست عليه. ممكن اسوي بالطريقة هاي بعدها. الحين احسهم احسن شوي، الحين هم شوي احسن، لكن بعد احس بوزيشن مالهم اوف. خلينا نعطي تيست ونجيب شوي فلوس ونحاول نزود السفينة زيادة. يلا لحظة الانطلاق، وين في العادة المفروض ايه روكت از جوين 10 9 8. لا ما بشوي كم الموضوع، بدق سبيس على طول، بنشوف وين بوصل في التنكي هذا. سويت سكرول وجبت العيد ترى، ولا هو بروحه بالطريقة هاي؟ وين بينزل؟ باراشوت عندي محتاج اسوي تايم لابس، انا بس حق الباراشوت كل مرة ينزل. ما في طريقة نسرع فيها الموضوع هذا اللي هو هذا هذا هذا. اروم اسوي له ديتاتش، بس شو الفائدة الديتاتش؟ وين البايلوت مالي؟ اقدر اشوفه من هني؟ cannot dismark while off cabin service. ما اقدر اسوي ترانسفير في نوع من انواع التكنولوجيا اظني. ممكن تنزل شو هذا اللي هناك؟ خلنا ننزل له. بسير هناك ما اقدر، ترى انا رديت نفس المكان ما لفيت شيء. برد بطلقه بعد مره، برد بطلقه بعد مره، وبحاول اسير هناك. تشوف اقدر اسوي ريسيرش ولا ما اقدر اسوي ريسيرش؟ بس ما عندي مهبط انا على فكره. خلنا نسوي ريكفر، ريكفر فيسل. اوكي بنطلقه مرة ثانية، نحن سوينا باراشوت ميشن نكست، مو مشكلة، مصاريف رجع، اموره طيبة. زين ابى اوصل عند واحد من الجماعة. لحظة انا خلصت المهم ولا ما خلصته؟ المفروض اني خلصته واستلم فلوسه على فكرة.
بروح أسلمها ولا كيف؟ ويت، عندي فلوس؟ لا ما عندي فلوس. وين المهم مولاي؟ لازم اسوي لها تست في شيء معين. لحظة انا بوصل لهذاك اللي هناك وتشوف، خلني اقدر اسوي ريسيرش عليه ولا ما اقدر اسوي ريسيرش عليه. هذا شيء وايد مهم. Untitled spacecraft، في شيء هناك زين. ما اعرف شو سويت، ما اعرف، بس اظن كانت خطوة مش ناجحة ابدا. بحاول اسحب الصوب الثاني وبأسير ذاك الصوب. بنزل انا اللي عندي وبنسير نفس المكان مرة ثانية على فكرة. هذا لو ادق شو يستوي؟ اوكي لحظة اروم احدد يفتح من اقل. اوكي رحت الاستكشاف هذا راح تكون طويلة على فكرة. خلنا نروح سبيس سنتر. روح سبيس سنتر مالي نشوف عنده موجود. والله موجود، بعده موجود. اوكي ابا يقول لي ابغى اسوي اوربت. لحظه اوربت، خلينا نجرب نسير فوق. ما عندي فيول صح؟ لا خلينا نطلع من هني بكبره اسرع. نسير، لا تسيب المركبه مالي ما ابغى. نبغى ريسيرش. الريسيرش كان عندي انا وين بحصل فيول تانك. اوكي خل عنا هالسوالف، نبي نطير فوق. خلنا نطير فوق. كم نقطة عندي؟ عندي هاي. لا I think this is my research not enough science. لازم اسوي research science. الحين خلينا نسير السفينة، تبى نعدل عليها تعديل بسيط. بشوف كم متر بتوصل. سوليد فيول بوستر القديم هذا، هاي مكاين زين. بزيده مكينة، بزيد هذا، بنحط تانك زيادة. اوكي بنسوي لانش وبخليه يطير فوق لين نقول بس. بس شو ابى اسوي؟ التيتيود مو بألف، ابى تحت يفتش الباراشوت. حلو، لان اظن ان احنا ما نوصل ألف. الباراشوت يفتح لسبب من الاسباب. في خطأ عندي في الباراشوت. شو تتوقعون سبب الخطأ؟
عن التيد مال 400 كتفر رشوت برايه ابى اطير طيران ثاني والله منظري يعور البطن. اوكي انا اسف، خلينا نشوف عندنا نشيل من يدي يطلع ريفيرت لانش. اوكي خلينا نسوي ريفيرت مرة ثانية حق الطلاق. ابو التيتيود عالي، بشوف اذا اخليه اعلى الباراشوت ان شاء الله ما يسحبني تحت. بعد البرشوت يطلع عيل، مكان البرشوت غلط، ها في مشكلة في مكان البرشوت، صدقوني في مشكلة في مكان البرشوت. خلنا اغير البرشوت زين، بشوف عقب. انا ما اعرف هل هذا قاعد يكلفني فلوس ما يكلفني فلوس، انا ما اعرف، انا بس قاعد اسوي انزين. بس برشوت مفروض فوق، مفروض البرشوت فوق، مفروض ما يكون في هالمكان هذا. شو بيكون، وين برشوت بيكون موجود؟ هذا هو مكانه. ايش شت سناب 1500 400 مينيموم برشر. احنا كيف اعرف البرشر مالي كان فوق؟ يبالي فلايت هيستوري، بسوي بوينت فور برفع، يمكن في عندي مشكلة في البرشر ولا غير. هذا بشله ما بك ولا انت، خلينا ناخذ هذا. احس انه بالعكس، ايوه بالعكس، هذا شكله يوصل مسافة بعد. انت ما بك توكل، ها هو الترموستات، ترموميتر عندي. ويت ايش اللي يوجد ترموميتر؟ خلينا نحط ترموميتر على الشي هذا. ناز فيرساتايل لايت ويت انتينا سوتبل فور مودريت رينج كوميونيكيشن لونج رينج باك اب كوميونيكيشن. هذا بينحط وين؟ فكرة ما يستوي ينحط الطريقة هاي، يستوي فوق البرشوت ترى ما يستوي بعد، ترى البرشوت هاي تبطل فخله. خلى هذا مو بالحين. ستاك ديكابلر ما نبغى، ما عندنا ستاكينج نحن الحين اصلا، انا اصلا ما عندنا ستاكينج، بس نحن اللي نبغى الحين هاي الشغلات. نشوف شو وضع هالشغلات هاي الزعنف، بنحط على الزعنفة. عندي فلوس ما اعرف وين، زين بنروح للانش. غيرت امور البرشوت شوي، يعني بدق عليه تست متى بيفتح الحين. برشوت يفتح عندي اول ما ينهد. شو الاتموسفير مالي على فكرة، انا مطفر بها، انا مش مخلينا لحظة محمرة والله نايس افكت. وصلت مكان ثاني لاني غيرت اتجاه الاقلاع، بس شو المشكلة اللي قاعد تطلع وياي؟ البرشوت يفتح
أول ما أطير. أوكي ريكفر فيزل مو مشكلة. طاح انكسر هذا. سوينا شيء، سوينا كم طيران اليوم. أنا بسكر الحلقة هني، وقت أخلص لعبة شوي تي في صراحة. أشوفكم في حلقة ثانية إن شاء الله.